متابعي موقع الإمارات اليوم عبر إنستغرام وفيسبوك وتويتر. بنرحب بيكم من المستشفى السعودي الألماني والدكتور باسل الفاعوري. دكتور الحقيقة حضرتك منور النهاردة في دبي، أنا عارفة أن حضرتك جاي من الشارقة مخصوص علشان البث المباشر. أهلا بحضرتك، بنرحب بيك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإمارات اليوم. زي حضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا فيكم. أهلا. شكرا كتير ويعطيكم العافية. نحب نمسي ونسلم على كل المتابعين معنا اليوم، وإن شاء الله يكون لقاء فيه الفائدة لنا جميعا إن شاء الله. الحقيقة اليوم أنا جيتكم من المستشفى السعودي الألماني من الشارقة، إن شاء الله قريبا جدا حيتم الافتتاح وبدء العمل بمشفى مجهز بأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية للمرضى. وعندنا في عيادة العيون في مشفى السعودي الألماني فرع الشارقة كنا حريصين جدا على انه احدث ما توصلت اليه تكنولوجيا طب العيون من اجهزه تشخيصيه وعلاجيه تكون متوافره عندنا، بحيث نقدم الخدمه الامثل لمرضانا والفائده الافضل لهم ان شاء الله. احنا النهارده في بث مباشر بنتكلم عن طب العيون، لانه احنا دايما في بث مباشر من السعودي الالماني الحمد لله، فبنطلع دايما معاكم في اختصاصات كتيره، فبعض المتابعين بيسالوا اسئله يعني يمكن لاختصاصات اخرى. فاحنا النهارده يا جماعه موجودين عشان نتكلم عن طب العيون، تحديدا مرض الفلوكوما. الجلوكوما. الجلوكوما. دكتور حضرتك بقى قولي، انا مش عارفه، اتكلمنا عن المرض يا دكتور. صحيح، مرض الجلوكوما يعرف بالنسبة للناس بمرض الماء الأزرق أو الماء الأسود حسب بعض المجتمعات بتسميه. مرض هام يصيب العين، وهو يعتبر من الأمراض الأساسية المسببة للعمى، وهو السبب الثالث تقريبا للعمى في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية إجمالا. لذلك هذا المرض يولى اهتمام كبير من قبل الأطباء لتوعية المرضى لاكتشاف هذا المرض وعلاجه بالوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة. الجلوكوما كمرض، إذا بدنا نعرف شو هو الجلوكوما بشكل مبسط بدون الخوض في تفاصيل ودقيقة أو قد تبعدنا عن فهم الموضوع، هو مرض يصيب العين ناجم عن ارتفاع ضغط العين عن الحد الذي تتحمله أنسجة العين، وهذا يؤدي إلى إصابة العصب البصري للعين. إصابة قد تكون دائمة، مش قد تكون دائمة، هي حقيقة إصابة مترقية قد تنتهي بتلف العصب البصري. تتظاهر لدى المرضى بفقدان جزء من الساحة البصرية، هذا الفقدان أيضا مترقي، يبدأ بسيط ثم يزداد، وينتهي المرض للأسف إلى العمى إذا لم يعالج بالوقت المناسب وبالشكل الصحيح. دكتور حضرتك قلت لي في الأول إن المرض ده منتشر بكثرة في الدول العربية؟ مش في الدول العربية، هو منتشر بالعالم أجمع، تختلف النسب بين مجتمع أو بين منطقة ومنطقة. في منطقتنا العربية تقريبا يعتبر السبب الثالث للعمى. طب ليه يا دكتور؟ اشمعنى في منطقتنا العربية يعني؟ حسب الدراسات الإحصائية اللي أجريت في أكثر من مركز من المراكز الطبية الكبرى في منطقتنا العربية، طبعا حنشوف شو هي الأسباب الرئيسية أو الأمراض المسببة للعمى عند الإنسان. نقصد العمى، العمى الغير العكوس، يعني اللي خلص فقد الإنسان في النظر. فعنا مجموعة من الأمراض، منها اعتلالات الشبكية السكرية قد تكون السبب الأول، أمراض الكتركت المهملة الغير معالجة، وأيضا الجلوكوما هو من الأمراض المسببة للعمى. دكتور نبدا ناخد اسئله من المتابعين وبعدين نرجع تاني للحديث عن المرض. ريهام محمد بتقول السحابه اللي على العين هل لها علاج؟ السحابه اللي على العين اذا بتقصد المريضه انه هي عم بتشوف مثل السحابه قدام العين، يعني تشوش نظر بيشبه السحابه او الغمامه او بعض الاشخاص بسموها شلاله قدام العين، اذا بدنا نعرف شو سببها، وين موقعها، إذا كانت على قرنية العين أو على العدسة العين. إذا هي كانت على عدسة العين فهي الكتركت أو الماء الأبيض، هي بتعطي تشوش نظر بهذا الوصف تقريبا عن بعض المرضى. وبهالحالة هذا شكل من أشكال الإصابة اللي ممكن علاجه بعملية بسيطة، هي سحب الماء الأبيض وزرع عدسة داخل العين. أما إذا كانت هذه الإصابة موجودة على قرنية العين ناجمة عن رد سابق أو إصابة سابقة بالعين، التهاب أو خراج أو قرنية مخروطية أحياناً بمراحلها المتقدمة تترك ندبة على العين بتسبب تشوش في النظر، ممكن أيضاً علاجها، ولكن هون العلاج حيكون باستبدال قرنية العين بقرنية سليمة بحيث يستعيد المريض إبصاره. الهاتجرس بيسأل من على الفيسبوك، أنا عمري 38 سنة وعندي كسل في عيني اليمنى،
هل يصلح لها تصحيح النظر سواء بالليزر او بالجراحه، بالليزر او بالجراحه؟ الكسل العين هو الامبليوبيا. حقيقة كسل العين أو أمبليوبيا هو مرض بصيب الإنسان نتيجة تشوش النظر في العين خلال مرحلة الطفولة المبكرة للإنسان. علاج الغطش أو كسل العين يجب أن يكون في مرحلة الطفولة المبكرة، أما إذا تجاوز الإنسان عمر 8 سنوات أو 9 سنوات يصبح علاج الغطش أو كسل العين غير ممكن، لأنه هي صفة إصابة في الدماغ وليست في العين. الدماغ هو اللي بيأخذ الصور من العين وبيفسرها أو بيشرحها بحيث نحن عم نشوف، يعني بيترجم ما يراه الإنسان. فإذا ما كان الإنسان في مرحلة الطفولة المبكرة عينه عم بتشوف بشكل صحيح خيال واضح، الدماغ حيتعود على هاي الرؤية الغير واضحة وتبقى منطبعة إلى الأبد. فلذلك ممكن علاجها لكن في مرحلة الطفولة المبكرة، بعد عمر 8 سنوات أو 9 سنوات تصبح علاج الغطش أو الأمبليوبيا غير ممكن. لكن ممكن نعطي ملاحظة فقط، أنه الأمبليوبيا أو الغطش العين قد يتحسن جزئيا بالتصحيح بالنظارة، يعني ما بتحسن 100% ولكن يتحسن 20% أو 30%. ممكن بهالحالات هي إذا المريض حس أنه هالتصحيح بالنظارة أو بالعدسات للعين الكسولة مهم بالنسبة له، هو ساتيسفايد أو مقتنع بهذا التصحيح، إجراء تصحيح. أما إذا كان التصحيح بالنظارة ما عم بيقدم للمريض الوضوح بالنظر يلي هو بده إياه، فبهالحالة ما في داعي نعمل أي تصحيح لا بالليزر أو أي تقنية تانية. كان سؤال من تويتر، الحقيقة الاسم المتابع يعني راح من الابليكيشن. دكتور، لو حد عنده التهابات ومصمم على أن يحط العدسات اللاصقة لا. لا حقيقة هون المريض بيكون عم بيخاطر بعينه مخاطرة كبرى. الحقيقة استخدام العدسات اللاصقة استخدام شائع عنا في مناطقنا بكل أنحاء العالم إجمالا، لكن استخدام العدسات له شروط. أولا نستخدم نوعية جيدة من العدسات، العناية الجيدة بالعدسات، الاهتمام بالهايجين ونظافة العدسات. اي اصابه على العين بتخلينا فورا نطلب المريض انه ما يستخدم العدسات اللاصقه لانها ستفاقم من الاصابه. اي خراج او اي تسحج على سطح قرنيه العين او اي التهاب على قرنيه العين اكيد بهالحاله العدسه اللاصقه حتكون غير مناسبه له. طبعا عم نحكي عن العدسات اللي بنستخدمها لتصحيح البصر او العدسات الملونه اللي بيستخدموها بعض السيدات. فبهالحاله هي استخدام العدسات للغرض علاجي او لغرض تجميلي غير مصلح فيه ابدا طالما في عندنا اصابه او التهاب فعال على سطح القرنيه. متابعنا من تويتر بقى ما تنسيش سؤالي بس بعته حالا اهو. طيب، عندي حبه بيضاء تطلع قريبه من سواد العين ومرات تنتفخ وتصير حمراء. يبدو هي اصابه عند المريض في ملتحمه العين، يبدو هي اصابه في ملتحمه العين حسب ما وصف المريض. قد تكون شحيمه او بدايه زفرة في العين، زفر العين. إذا كان لساته في مراحله الأولى وبسيط، علاجه ممكن يكون بالقطرات المرطبة للعين، مضادات الاحتقان، وأنه نتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو للحرارة المباشرة. بهالحالات ممكن نحصل على استجابة جيدة. أما إذا صار في عنا التهابات شديدة ومتكررة أو امتدت هاي الإصابة وغطت قرنية العين اللي هي بالنسبة للمريض وصفها بسواد العين، بهالحالة ممكن إزالتها جراحيا. دكتور متابعنا من تويتر برضو قبل ما نروح للانستجرام بيقول انا عندي حكه ما بتروحش الا بكمادات بارده، ليه؟ الحكه مرض شائع بالعين او هو عرض شائع بالعين، ما فينا نقول هو مرض، هو عرض قد تظاهر لعده امراض في العين. الالرجي هو احد اهم الاسباب بهذا الموضوع، والجفاف العين قد يكون سبب للحكه بالعين. بهالحاله نحن راح نحاول نشوف شو سبب الحكه. هل هي الالرجي، في شيء معين عم يتعرض له المريض عم بيسبب له هاي الالرجي، او هي في عندنا مرض داخل العين عم بيسبب هاي الحكه؟ حسب السبب نحن بنعالج. بالنسبه للمريض عم بقول انه الكمادات البارده بتريحه فقط، تماما، معناته المريض يا اما في عنده زياده تعرق والعرق المتجمع فيه املاح عم بتسبب له تخريش على سطح العين وبالتالي عم بتسبب له هاي الحكه، وبالتالي الكمادات البارده بتكون مريحه بالنسبه له، او هو عم يتعرض لحراره، الحراره عم تسبب توسعات وعائيه
وعم بتسبب اضطرابات بفيلم الدمع قدام العين والكمدات البارده بتكون عم بتريحه. انا بنصحه للاخ انه يراجع طبيب عيون لنحدد السبب شو هو اللي عم بخلي الحكه تصير عنده، وبالتالي نشوف العلاج المناسب. السؤال دلوقتي يا دكتور عن الانحراف، لكن هو سؤالين لانه من احد المتابعين على الانستجرام والتاني من تويتر. انحراف النظر في عين واحده ممكن اعالجه بالليزر؟ وسؤال تاني خاص بالانحراف برضه، طفل عنده 4 سنوات، ازاي نعالج الانحراف؟ هل يحتاج نظاره في الفتره الحاليه؟ طيب انا بس بدي احاول افهم من المريض شو بيقصد بالانحراف، لانه الانحراف مصطلح يطلق على شيئين في العين. بعض الاشخاص بيسموا الحول انحراف، فهون بقى قصة طويلة حندخل بتفاصيلها. وممكن يكون الانحراف يقصد فيه أحد أشكال أسواء الانكسار، يعني مثل ما في عندنا مايوبيا اللي هي نقص النظر أو قصر النظر، وفي عندنا الهايبرمتروبيا اللي هي بعد النظر، وفي عندنا شيء اسمه الانحراف اللي هو الاستجماتيزم. إذا بيقصد المريض بالانحراف إنه هو استجماتيزم وبيتصلح بالنظارة، فهون أوكي هذا الانحراف أو الاستجماتيزم ممكن المريض يا إما يستخدم نظارة له أو عدسات لاصقة أو العلاج بالليزك. بالنسبة للطفل عنده 4 سنوات، بتصور الأخ أو السيد اللي عم تسأل عن هذا الموضوع بيقصد فيه انحراف العين. إذا انحراف العين عند الطفل لازم يدرس دراسة شاملة. طبعا من أهم الأسباب للانحراف عند الأطفال بعمر 4 سنوات هو حدوث شيء بنسميه الحول التطابقي. الحول التطابقي بينجم عن وجود مد بصر بالعين، يعني في المريض عنده هايبرمتروبيا. الهايبرمتروبيا بهالحالة علاجها بشكل رئيسي نظارات، وإذا في عندنا غطش أو كسل يجب أن يعالج مع استخدام النظارات. قسم كبير من الأطفال بيتحسنوا بارتداء النظارات المناسبة مع علاج الكسل المرافق بهي الحالات. أما إذا ما استجاب الطفل للمعالجة بالنظارات مع تصحيح الكسل، ممكن نلجأ للعلاج الجراحي بأن نقوم بتصحيح وضع العضلات في العين بحيث أنه ترجع العين لشكل المستقيم ويختفي هذا الانحراف. طيب دكتور، من الانستجرام أسامة بيقول ما هي أسباب ضعف عصب العين وكيف يتم علاجه؟ عصب العين هو العصب اللي بوصل شبكية العين بالدماغ الأوبتيك نيرف. له أسباب كتير حقيقة ضعف العين، له كتير أسباب. الجلوكوما هي أحد أسباب إصابة عصب العين، وهون بيكون ارتفاع ضغط العين هو السبب بشكل رئيسي، ولو أنه في بعض الأحيان بيكون ضغط العين طبيعي، والعلاج هون نتوجه فيه لضبط ضغط العين مع متابعة دقيقة للمريض. قد يكون ضعف العصب البصري ناجم عن التهابات تصيب العصب البصري، وهون قد يكون السيدات خاصة الشابات عرضة له أكثر من غيرهم بمرض بنسميه التهاب العصب البصري، واللي قد يكون ناجم عن إصابة عصبية أخرى مثل المالتيبل سكليروزز او غيرها، وهون كمان المريض بيتطلب متابعه دقيقه عينيه وعصبيه من قبل طبيب العيون وطبيب الاعصاب لعلاج الموضوع. احيانا بتكون ضعف العصب البصري او اصابه العصب البصري ناجمه عن مرض السكري اللي بيسبب حاله اقفاليه او نقص ترويه في راس العصب البصري، وبالتالي تؤدي الى شحوب وضمور في العصب البصري. بعض الالتهابات تصيب الاشخاص الكبار بالعمر اللي بنسميها جاينت سيل ارثرايتس، فهي بتسبب حالة خطيرة تؤدي إلى العمى المفاجئ للعين عند الأشخاص المتقدمين بالعمر، وبينجم عنها شحوب وضعف كامل في العصب البصري. فإذا موضوع أو مصطلح العصب البصري، ضعف العصب البصري أو ضعف عصب العين، هو حقيقة مصطلح واسع، لازم كمان نشوف المرض كل مرض من هاي الأمراض إذا شو هو الموجود عند المريض وكيف نعالجه بشكل صحيح. دكتور من تويتر، والله يا جماعة هنروح للفيسبوك حالا، هما زعلانين مني جدا على الفيسبوك، بس السؤال ده مهم جدا. دكتور، التكييف ساعات تكييف السيارة بيؤذي العين وبيعمل صداع، ده ايه علاجه يا دكتور؟ انا شخصيا بعاني منه حقيقة. الاي سي اجمالا المباشر اللي عم نتعرض له بالسيارة، لانه بيكون فتحات التهوية مقابل السائق او الشخص المرافق للسائق، فبيجي الهواء بشكل مباشر على العين. هذا هواء جاف حقيقة، لما بتتعرض له قرنية العين لفترة طويلة أثناء القيادة من ساعة أو ساعة أو ساعتين، فهذا بيسبب جفاف على سطح قرنية العين. فهذا الدراينس اللي بيصير بيعمل ألم بالعين، وبيعمل ممكن يسبب صداع لدى المريض، وبيعمل تشوش بالرؤية. وهذا كمان ممكن نتعرض له حتى بالأماكن المغلقة، يعني بالمكاتب أو بالمنازل، لما نكون عم نغلق البيوت لساعات أو الشبابيك، أو نكون عم نتعرض للإي سي ساعات طويلة أكثر من 10 أو 12 ساعة كل يوم، كمان بيؤدي لنفس الأعراض. وهون نحن بنكون قدام
بيستخدم معالجات بسيطة لهالحالة بتتمثل باللوبريكانس أو قطرات المرطب لسطح العين. أحيانا إذا ما فادت المريض بنضطر نحط سدادات للنقاط الدمعية لحتى تحافظ على أكبر كمية من الدمع على سطح العين. في علاجات مختلفة إلا ما نلاقي طريقة بهالحالة لحتى نصحح الخلل اللي عم بيصير بسبب التعرض للاي سي. احد متابعينا على تويتر زعلان مننا ان احنا مش بنرد على السؤال، ارجوك ابعت لنا سؤال تاني. التويتر بيمشي الاسئله على طول فانا من الحقيقه مش شايفينها، بنعتذر. من الفيسبوك العجمي عجمي بيقول السلام عليكم، انا عمري 38 سنه وكتير بحس بعدم الرؤيه في اتجاه واحد لوقت قصير وبحس بالدوران، عنده دوران. الاخ لما بيقول انه في عنده دوران او دوخه بهذا المعنى، انا بس بدي اوضح له شغله. عاده الشعور بالدوران او الدوخه ما بيكون سببه العين. امراض الاذن عاده خاصه الاذن الوسطى والدهليز هي المسبب لمشاكل الدوران او الدوخه بالنسبه للمرضى، وهي بتخليه يفقد التركيز بالنظر في اتجاه من الاتجاهات لبين ما يستعيد توازنه. بنصح الاخ اللي سال هذا السؤال انه يعمل فحص عن طبيب اذن انف حنجره انتي دكتور حتى ينفي اي سبب من هاي الاسباب، التهاب العصب الدهليزي او غيره من الاسباب اللي ممكن تكون هي سبب لهذه الظاهره اللي عند الاخ. محمد بركات من الفيسبوك بيقول اذا كان انا اكثر من 18 سنه عم نصحح النظر بالنظاره، هل في احتمال استغناء عن النظاره بعمليه ليزر؟ يعني واضح ان هو اكثر من 18 سنه وعايز يعمل عمليه تصحيح نظر. بالنسبة لموضوع تصحيح أسواق الانكسار أو استغناء عن لبس النظارات بعد عمر 18 سنة، صحيح نحن عادة العمر القانوني لإجراء تصحيح البصر بالليزر هو بعد عمر 18 سنة، بشرط أنه المريض تكون أسواق الانكسار عنده ثابتة ما عم تتغير. فبعض الأشخاص بتثبت عندهم درجات النقص أو الاستجماتيزم اللي عندهم بعمر 18 سنة، بعض الأشخاص بيتأخر لعمر 20 سنة. أنا بنصح الأشخاص أنه ينتظروا لعمر 20 سنة ليعملوا تصحيح البصر بالليزر، إذا مصرين أنه يعملوا أو حابين يعملوا لأسباب أخرى، بعضهم لسبب وظيفي مثلا أو لسبب آخر ما قادر يتحمل النظارة أو مضطر يستغني عن النظارة بده يعملها بعمر أبكر، فممكن بعد 18 سنة، لكن بشرط انه نعمل له تقييم بعمر 18 سنه لنشوف اسواق الانكسار الموجوده عنده، نعيد التقييم بعد 6 اشهر على الاقل لنتاكد انه ما في اي ازدياد باسواق الانكسار عنده. اذا كانت اسواق الانكسار عنده ثابته ساعتها بنعمل له دراسه للطبوغرافيا القرنيه اللي هي بتجرى بالوسائل الخاصه وصور خاصه لنشوف اذا المريض حالته مناسبه للليزك او تصحيح البصر بالالزهايمر ليزر او لا. اذا كانت حالته مناسبه، قرنية عينه بتتحمل التصحيح بالليزر بدون أي مضاعفات عليه بالمستقبل، ممكن نعمله العملية بهالحالة. بريمي بيسأل من انستجرام، هل صحيح بعد سن الأربعين النظر يبقى كما هو في حالة كان الشخص عنده قصر نظر في الأساس؟ حقيقة قبل عمر الأربعين، يعني عادة كنت عم أحكي هلأ أنه أسواق الانكسار تكون متغيرة قبل عمر 18 سنة، بين عمر 18 سنة وعمر 20 سنة بتثبت درجات قصر النظر او مد النظر او الانحراف، وبتضل ساقط تقريبا لعمر الأربعين او عمر الخمسين لما بيصير في عنا شيء اسمه مد البصر الشيخي ممكن ياثر عليها ويعدل منها. عاده هذا العمر اللي هو بين عمر العشرين سنه والأربعين سنه بتكون اسواق الانكسار عند البشر تقريبا ثابته ومستقره، فلذلك هو اي يعني العمر الامثل لاجراء تصحيح البصر عند الانسان هو بين عمر العشرين والأربعين سنه. فهيمة من الانستجرام بتقول دكتور من فضلك امس قمت برش عيني عن طريق الخطأ بمزيل عرق ثم غسلتها بالماء، احسست امس بثقل في عيني ثم عادت طبيعية، بماذا تنصحني؟ حقيقة كويس انها قامت بغسل عينها بالماء، يعني هذا هو الاجراء الاسعافي الاول لما العين تتعرض لاي مادة كيماوية مخرشة. مزيلات العرق او العطورات او اي ديودورانت هي مواد تحتوي على مواد كيماوية مخرشة بشكل شديد للعين. إذا كانت كمية بسيطة دخلت للعين عادة الغسيل الجيد للعين للتخلص من المادة اللي دخلت للعين بيكون مفيد بهالحالة هي. ينصح طبعا أنه ياخذ الإنسان قطرة مضادة للالتهاب مع قطرات مرطبة اللي هي اللوبريكانس بهي الحالة لحتى تعوض الدمع اللي تأذى بسبب المادة المخرشة. طبعا الأفضل انه بعد ما الانسان يتعرض لاصابه من هذا النوع يراجع طبيب عيون، لانه احيانا بتكون اصابه شديده، يعني ما بتكون كميه بسيطه اللي دخلت العين، بتكون كميه اكبر من هيك وعملت له مثلا تسحج على سطح قرنيه العين او
إصابة بمنطقة اللم من القرنية وهي مناطق مهمة بدها علاج خاص، إنه يجرى لها غسيل بكمية مناسبة ووافرة من المحلول الفيزيولوجي مع تطبيق مضادات التهاب. أحيانا بنطبق كونتاكت لينز، بانداج كونتاكت لينز هي العدسة اللاصقة العلاجية أو الوقائية لهي الحالات إذا كان التسحج واسع، مع أحيانا إعطاء مضادات التهاب. أحيانا نضطر إذا كانت الإصابة شديدة أو بمادة قلوية مثلا أو حامضة نعطي كورتيزون لفترة بسيطة حتى يمنع أي التصاقات أو أي إصابات خطيرة على سطح العين. جماعة متابعين إمارات اليوم عبر المنصات الثلاثة، احنا هنرد على كل أسئلتكم، بس احنا عبر ثلاث منصات، فأرجوكم ما تزعلوش مننا، احنا عايزين نرد على كل الأسئلة، هنرد عليها خلال الحلقة إن شاء الله. من تويتر: يا دكتور، ألم حول العين وضغط وصداع متواصل وقت البرد، وعندي ألم العين يطلع صوت عند لمسها. طيب جميل. الشيء اللي عم توصفه او اللي عم يوصفه الاخ المتابع انه في عنده ثقل بالعين، الم حوالين العين، وعم بيقول انه له علاقه بالبرد. تمام. طيب هلا احيانا هاي التظاهرات اللي ذكرها المريض بتكون ناجمه عن مرض بالعين، قد يكون هو شكل اشكال اسوال الانكسار اللي عم بتسبب له تشنج بالجسم الهدبي او السيلياري بادي، خاصه عند مرضى الهايبرميتروفيا. بيشكوا من هاي الاعراض احيانا اذا صابهم سبازم بالسيلياري بادي بهي الاعراض تقريبا. لكن ممكن هاي الأعراض تكون ناجمة عن أمراض أخرى ما لها علاقة بالعين. يعني إذا عم تقول السيد المتابع أنه هي بتصيبها بفترة البرد، قد يكون هذا ناجم عن احتقان بالجيوب. العين موجودة ضمن جوف اللي هو الحجاج، والحجاج محاط بالجيوب الأنفية. يعني من فوق في عن الجيب الجبهي، ما بين العينتين في عن الجيوب الغربالية، تحت العين في عن الجيب الفكي، وخلف العين يوجد الجيب الوتدي. أي إصابة بهاي الجيوب نتيجة احتقان او التهاب حاد بهي الجيوب حيسبب الاعراض اللي ذكرتها الاخت السائله، اللي هي الالم حول العين، عدم الارتياح، وثقل بالعين. طبعا بهي الحاله العلاج حيكون معالجه للسبب. اذا كان فعلا احتقان جيوب لازم نعالج احتقان الجيوب. اما اذا كان ناجم عنده بيقول عندي فعلا احتقان في الجيوب، اذا عنده احتقان جيوب فلازم يتوجه للطبيب ايضا اذن الانف والحنجره لعلاجه، لانه هو السبب الرئيسي لهي الالام اللي عنده. طيب لولا ما تزعليش مننا على التأخير على الجواب على سؤالك، بتقول: بعد عملية انفصال شبكية وقطع السيليكون وزيت بالعين وعمل سحب للسيليكون، حدث انسداد لصمام العين وضغط العين مرتفع دائما والرؤية غير واضحة، هل الأفضل الاستمرار بالقطرات مدى الحياة أم عمل عملية أخرى لتسليك الصمام؟ صحيح. الحقيقة اللي هي حالة هي صار عندها complicated case نوعا ما، لأنه عندها انفصال شبكية وبعدين عملت عملية قطع زجاجي مع حقن زيت سيليكون داخل العين، ويبدو صار في عندها ارتفاع بضغط العين تعالج عن طريق زرع صمة. هلأ ضغط العين هو أمر لا يجب التساهل معه أبدا أبدا، لأنه هو بيأثر على عصب العين، بيؤدي لتلف غير عكوس بعصب العين، فما فينا نتساهل بموضوع ارتفاع ضغط العين طالما العين تبصر وفيها إبصار. فإذا كان حاليا الصمام لا يعمل وضغط العين مرتفع، نحن قدام خيارين: إما نعطي أدوية بحيث الأدوية تنزل ضغط العين للهدف التارجت بريشر أو الهدف الضغط الهدف اللي نحن بدنا إياه. إذا مش الحال أوكي، ساعتها لازم نضل على الأدوية وممكن تستخدم الأدوية طول العمر. إذا الأدوية ما قدرت تنزل ضغط العين للحدود الطبيعية اللي نحن بدنا إياها، ساعتها نحن قدام خيار جراحي آخر قد يتمثل بزرع صمام ثاني لإعادة ضغط العين إلى وضعه كما كان عليه. مرة جمال من الفيسبوك بتسأل: متى يستطيع الطفل بعمل تصحيح النظر؟ ابني 10 سنوات يلبس نظارة من 4 سنوات وهو عمره 6 سنوات. 10 سنين ما فيش علاج بالإكزايمر ليزر لهي الحالات أبدا أبدا، قانونيا وطبيا وأخلاقيا لا يجوز إجراء عمليات تصحيح البصر عند الأطفال لأنها غير ثابتة. يعني الطفل درجاته تختلف لأنه جسمه عم ينمو وعينه عم تنمو، وبالتالي درجات الموجودة عنده غير ثابتة، فلا يمكن إجراء تصحيح البصر للأطفال. كنا عم نحكي عن هذا الموضوع، شرحته أنا بالتفصيل في بداية لقائنا، إنه بعد عمر 18 سنة بس تثبت درجات المريض ممكن نعمل له تصحيح بصر، قبل عمر 18 سنة غير منصوح فيه أبدا. من الفيسبوك برضه يا دكتور هزار بتقول: السلام عليكم، أحد العيون النظر فيها ضعيف بنسبة 25% وعمرها 18 سنة ولا يستجيب للنظارات، قال أن هذا من الولادة وليس له علاج، أتمنى الإفادة إذا ممكن بأي طريقة للعلاج. عم توصف المريضة حالة أمبليوبيا، غطش عين أو كسل عين. إذا عندها 25% ضعف في العين
ما فينا نقول هذا الدنس امبليوبيا او غطش او كسل شديد، نقول عنه غطش خفيف لمتوسط. الحقيقة ما في علاج له بهذا العمر، هو ما بيأثر على حياتها طالما العين الثانية عم بتشوف فيها بشكل صحيح 10 من 10. هاي العين ما حتأثر عليها ولا حتعيقها عن أي شيء في حياتها. الغطش منتشر بنسبة تتراوح بين 15 ل 20% من الناس، وهم متكيفين معه بيعيشوا حياتهم بشكل طبيعي وبيأدوا وظائفهم تعليميا ومهنيا بدون أي مشاكل. مثل ما قلنا، علاج الغطش يجب أن يكون في مرحلة الطفولة قبل عمر 9 سنوات. مشان هيك نحن دائما بننصح الأهل أنه افحصوا أطفالكم بالأعمار المبكرة، عمر 4 سنوات، عمر 6 سنوات، على الأقل مرة قبل ما يدخلوا المدرسة، لنتأكد أنه ما عندهم أسواء انكسار وما عندهم حالة الأمبليوبيا اللي الطفل ما رح يحس عليها هو الطفل إلا لما يكبر ويتجاوز مرحلة المعالجة. للأسف بكون ما بقى في مجال للمعالجة. حتى نعالج الأمبليوبيا لازم نكتشف هذا المرض مبكرا ونعالجه بالنظارة وبتغطية العين السليمة حتى تقوى العين اللي فيها كسل. من تويتر متابعتنا بتسأل: عندي جفاف في العين ومسبب احمرار والترطيب ما فاد معايا شيء، شو أسوي؟ في علاجات مختلفة لجفاف العين. جفاف العين له كثير مودلز بالمعالجة. نبدأ بالقطرات المرطبة، إذا ما نفعت ممكن نستخدم السدادات الدمعية اللي بنحطها على النقاط الدمعية وبتحتفظ بالدمع بالعين قدر الإمكان. نعالج السبب اللي أدى لهذا الجفاف. أحيانا بعض المرضى لديهم أمراض على سطح العين أو على أجفان العين بتكون هي سبب الدراينس، نتيجة عدم ثباتية الدمع قدام سطح العين، يعني unstable tear film. بهي الحالات بنشوف شو هو المرض. مثلا كثير اشخاص عندهم التهاب بحواف الاجفان بيؤدي لاضطراب بفيلم الدمع. هذا الاضطراب بفيلم الدمع مهما عالجناه بالاطراف طالما في عندنا لسه التهاب بحواف الاجفان حيتعود الاعراض مره ثانيه، فلازم نعالج بهالحاله التهاب حواف الاجفان مع معالجتنا العرضيه للجفاف. بعض الحالات بتكون عندنا اصابات على سطح القرنيه كمان لازم نعالجها، فنحن ممكن يكون جفاف الدمع عم يخفي مرض جهازي، يعني مرض اخر بالجسم مثل داء جوجرين مثلا. كمان بهالحالة لازم نعمل فحص وسكرين كامل للمريض لنشوف شو سبب هذا الجفاف، انه ليش ما عم يستجيب على المعالجات البسيطة لحتى نعالج السبب الرئيسي المسبب لهذا الجفاف مع علاجنا العرضي بالأطرات المرطبة او بالسدادات الدمعية او بغيرها من المعالجات. من تويتر برضو: دكتور، انا رجعت لدكتور اكثر من مرة وقال لي انك عندك جفاف ممكن من تعرض للشمس والتراب. صحيح، يعني العوامل البيئية هي سبب رئيسي للجفاف، خاصة في بيئاتنا الحارة والجافة واللي فيها أشعة الشمس أغلب أيام السنة بنتعرض لها. فلذلك مثل ما قلنا العلاج بيكون وقائيا ودوائيا. وقائيا إنه الأشخاص اللي بيظهروا بالشمس فترات طويلة يستخدموا نظارات شمسية ويعتموا بلور سياراتهم قدر الإمكان ضمن الحدود المسموح فيها، غسيل الوجه وترطيب العين بالأطرات المرطبة قدر الإمكان، الابتعاد عن التعرض المباشر لهواء المكيفات أو الهواء الحار. بعض المهن مثل الأشخاص اللي بيشتغلوا بالأفران أو قدام مصادر حرارية يتجنبوا التعرض للمصادر الحرارية، هذا الشيء بيساعدهم على أنهم يخففوا من الأعراض اللي عم يعانوا منها. أحمد من الفيسبوك: دكتور، ممكن تشرح لنا علاج الوجع في العين الواحدة أحس بيها كأن فيها إبر من الداخل؟ كمان لازم نشوف هذا كل هاي اعراض، يعني الوجع بالعين واحساس بانه في وخز بالعين. بدنا نشوف ليش عم بصيبه هذا الاحساس. كمان مثل ما قلنا هلا كثير من حالات الدراينس او جفاف العين تتظاهر بهذا التظاهره، امراض الاجفان بتسبب هاي التظاهره، عدم ثباتيه فيلم الدمع بتسبب هاي التظاهره. فدائما بنبحث عن السبب اللي ادى لهذه الاعراض وعلاجه. طبعا الفحص الدقيق عن طبيب العيون كفيل بانه يكشف السبب ومعالجته بشكل صحيح ان شاء الله. جورجي صابر من الفيسبوك يقول: دكتور، مرات في عيون زوجي اتنين بتيجي مثل نقطه دم حمراء بتضل اسبوع تروح، شو سبب ممكن؟ صحيح، هذا اسمه نزف تحت ملتحمه العين، يعني على بياض العين الانسان بشوفه بيظهر انه ظهر نقطه دمع او نقطه حمراء توسعت استمرت اسبوع او اسبوعين ثم اختفت. هي حقيقه قد تعكس هشاشه بالاوعيه الدمويه، هشاشه بسيطه بتؤدي لخروج الدمع من الاوعيه الدمويه بكميات بسيطه، ولكن لانه حقيقه الملتحمه العين هي عباره عن غشاء رقيق جدا، فاي خروج للدم من ضمن الاوعيه الدمويه بينتشر وبيعمل سبوت بقعه بالنسبه للي بيشوفوها بشكل بقعه حمراء.
احيانا هذا المرض بيخفي ارتفاع بالضغط الشرياني، يعني الاشخاص اللي عندهم ارتفاع بالضغط الشرياني ممكن يصير في عندهم هذا العرض، مثل ما بصير في عندهم الرعاف من الانف احيانا بيظهر عندهم هذا الشيء. احيانا الاشخاص اللي بياخذوا مميعات للدم بيتعرضوا لهي الاصابه، الاشخاص اللي عندهم اصابات بالاوعيه الدمويه، احيانا بعض الامراض الاشخاص عندهم هشاشه بالاوعيه الدمويه ممكن يتعرضوا لهي الاصابه، واحيانا تكون ناتجه عن ردود او حكه شديده للعين. حقيقه هي اذا فقط عباره عن بقعه حمراء موجوده على الملتحمه بسيطه وما فيها اي مشكله، نتاكد ان المريض ما عنده تشوش بالنظر، بنعمل فحص بسيط للعين نتاكد انه ضمن العين ما في اي اصابات اخرى، وهي البقعه تختفي عفويا خلال اسبوع لاسبوعين. من انستغرام سبيشال ستايل بيقول: هل في العمر المتقدم لا يوجد علاج للكسل التام لعصب العين؟ مثل ما قلنا بعد عمر 9 سنوات عادة يصبح علاج كسل العين غير وارد. طبعا عم نحكي ضمن امكانيات المعالجة الحديثة او بين ايدينا حاليا، العلم دائما في تطور ونحن دائما نتابع العلم وشو بيقدم لنا اكتشافات جديدة، نأمل ان شاء الله يكون بالمستقبل في علاج لكسل العين عند الاشخاص الكبار بالعمر. في دراسات وفي ابحاث عم تجرى على هذا الموضوع لتحفيز المراكز البصرية مرة اخرى ومحاولة تنشيطها لاستعادة الرؤية الواضحة في العين بعد عمر 8 سنوات أو 9 سنوات بالنسبة للأشخاص المصابين بالأمبليوبيا أو كسل العين. إن شاء الله بتكون هالعلاجات متاحة قريبا لكل المرضى. من الفيسبوك منال محمد بتقول: دكتور، بالنسبة لتورم العصب البصري بسبب زيادة ضغط المخ، كيف بيكون العلاج وما هي الأضرار مع العلم أني مريضة سكري من النوع الأول؟ هذا هو اسمه وزمة حليمة العصب البصري، بابيلاري إديما. الحقيقة هذا مثل ما ذكرت المريضة ناجم عن ارتفاع التوتر ضمن جمجمة العين أو ضمن القحف ضمن الدماغ، بينعكس على العصب البصري بشكل وزمي. طبعا هون العلاج هو بيكون من قبل زملائنا أطباء الأعصاب أو الجراحة العصبية أو الأمراض العصبية لحتى يخففوا ضغط ضمن الدماغ أو ضمن الجمجمة، وبالتالي يخف الضغط على عصب العين. له أنواع، له شكل الحاد بالشكل المزمن. طبعا يفضل انه يتعالج باسرع وقت ممكن، لانه وزمه حليمه العصب البصري اذا استمرت لفتره طويله قد تسبب شحوب بالعصب البصري وضعف بالرؤيه قد يكون غير عكوس. من الانستغرام: دكتور، اذا عيني ما تغلق في وقت النوم يصيبها جفاف، شو العلاج؟ هي حالة تصيب بعض الأشخاص بسموها العوام النوم الغزلانية، هذا بينام وبضل عينه مفتوحة شوي، فأثناء النوم بتتعرض المنطقة هي اللي ما تغطت بأجفان العين للتبخر الدمع وبالتالي حدوث الجفاف. الحقيقة نحن بدنا نشوف هل الراقب هذا المريض، نطلب منه أو من أهله أن يراقبوه أثناء النوم أو حتى يصوروه، بنشوف المساحة المكشوفة من العين وشو هي الأجزاء المكشوفة من العين، لأنه أحيانا تكون الأجزاء المكشوف من العين من قرنية العين، وبهالحالة تتعرض القرنية لإصابات قد تكون خطيرة. أحيانا بتكون قرنية العين مغطاة بالجفن لكن الشيء المكشوف هو من ملتحمة العين، هون بتكون الإصابات بسيطة نوعا ما. إذا بدنا نحكي على علاج بسيط، إنه بننصح المريض قبل ما ينام يحط جل مرطب بعينه قبل النوم، بيعمل طبقة لاير تحمي المناطق المكشوفة خلال النوم حتى فترة الصباح. إلا إذا كانت المناطق المعرضة أو المكشوفة من العين هي مناطق واسعة، هون نفكر بعلاجات جراحية أحياناً لتصحيح هذا الخلل اللي عند المريض. من تويتر: بعد إجراء عملية الانفصال الحاد بشبكة العين ما زال لا يرى بشكل واضح، ما هي العملية التي يجب أن يقوم بها؟ بدنا نشوف شو سبب ليش ما عم نشوف المريض. هو صابه انفصال بالشبكية، متى تم إجراء تصحيح انفصال الشبكية عند المريض؟ لأنه انفصال الشبكية عملية إسعافية يجب أن يجرى بأسرع وقت ممكن. كل ما أجرى المريض عملية تصحيح انفصال الشبكية بوقت مبكر، كل ما حصل على استعادة للنظر أفضل. كل ما تأخر بإجراء العمل الجراحي للأسف بتكون النتائج أو إنذار تحسن الرؤية أقل. ما فيني أقول لك شو هي العملية اللي لازم تعملها ليتحسن نظرك، لأنه لازم تندرس، لازم نشوف شو وضع المكولة اللي هي الوتخة الصفراء عند المريض، لازم نشوف العصب البصري شو وضعه عند المريض، لازم نرجع للهيستوري تبعه انه امتى صابته المشكلة وامتى تم التصحيح لحتى نقدر نحدد انه المريض حيستفيد من عمل جراحي اخر او يستفيد. اماني من الانستغرام: يا ريت تبعت لنا ثاني سؤال، بتقولي يا ريت تحكي له عن ابني، يا ريت تبعتي السؤال ثاني لانه الحقيقة انا مش لاقيه. من الفيسبوك: دكتور،
ام اسامه محمد بتقول دكتور في علاج للتركيز في عيني، اني لو ركزت في اشياء كتير، مثلا لو ركزت في اشياء كتيره من العين بيجي لها وجع بتتقل. هلا التحديق الطويل، التحديق الطويل خاصه الايام اصبحنا كنا اسيرين الاجهزه الذكيه من موبايلات او حتى او اجهزه لوحيه او لابتوبس او سكرينز قدامنا عم نقعد قدامها فترات طويله. الحقيقه اذا عم نقعد فترات طويله وبتضل عيوننا مفتوحه لفترات طويله ايضا باللا شعور معدل البلينكينج او رفيف الاشفان حيقل، وكمان حتتعرض العين للجفاف اذا تعرضنا لفتره طويله. هذا علاجه بسيط، انه ننصح الاشخاص يلي عم يتابعوا او عم يضطروا بحكم اعمالهم او مهنهم انه يقعدوا قدام او خلف السكرينز لفترات طويله او يستخدموا اللابتوبس او غيرها، انه يعملوا فترات بريك. يعني تقريبا كل 40 دقيقه لازم على الاقل يعمل 10 دقائق بريك. البريك انه يطلع لشيء بعيد عن عينه، يغمض عينه شوي لحتى تستعيد القرنيه ترطيبها الطبيعي. ممكن يستخدم ايضا القطرات المرطبه للعين حتى يتخلص من هاي الاعراض. سماح من الفيسبوك دول اعذروني سؤالي طويل شويه. لا ابدا يا سماح، احنا هنا علشان المتابعين الامارات اليوم يستفيدوا من الدكتور. هي قصه طويله فعلا. دكتور، بلش ضعف النظر عندي من وانا بالعشرين سنه لما ضربت عيني اليمين بمقص، وسبب عطل في الاعصاب، ووصل الضعف فيها الى 12 والانحراف لأربعة، ومعها ضعفت عيني اليسرى على سن 21 عام تقريبا. عملت عملية ليزر للعين اليسرى وتبديل عدسة للعين اليمنى. الآن هي في عمر 31 سنة، وبعد الحمل والولادة بدأ الضعف يعود، والطبيب وصف لها نظارة لكن لم يتحسن، ولا زالت تعاني من ضعف حتى مع النظارة. ومن أسبوع تقريبا بدأت علامات التعب تظهر على عيونها مع الشعور بالحول في العين اليمنى. هل أعيد السؤال على حضرتك؟ لا خلاص تمام. حسب وصف السيدة، هي عندها حالة حصر بصر مترقي، أو مطلق عليه أحيانا اسم حصر البصر الخبيث، لأنه هذا مثل ما ذكرنا قبل شوي عادة أسوأ انكسار بصير استابيليتي بعمر 18 ل 20 سنة، يعني بتصبح ثابتة وما بتقدر تتغير بعد هذا العمر. عند الأخت الإصابة ظلت مستمرة وما توقفت. وجود 12 درجة من نقص النظر مع 4 درجات انحراف في العين اليمنى، طبعا هاي الدرجات لا يمكن تصحيحها بالليزر. العين اليسرى عندها إصابة أقل من هيك على ما يبدو، تم إجراء تصحيح لها بالليزر. أما العين اليمنى تم إجراء عملية مسمية كلير لينزيكتومي، يعني إزالة بلورة العين وزرع عدسة ضمن العين لتصحيح أسوأ الانكسار. استمرت الضعف عندها وما توقف، واضطرت لاستخدام نظارة بعد هذا العمر. بنصح المريضة بإجراء دراسة كاملة وشاملة. الدراسة اللي لازم تعملها عن طبيب مختص بالرفراكتيف سيرجري لازم يكون، لحتى نشوف قرنية العين شو وضعها، هل في إصابة مرافقة بقرنية العين، يعني هل عندها مثلا إكتيزيا في قرنية العين، أو هل في عندها قرنية مخروطية مترقية عم تستمر وكانت غير مشخصة. رغم انه هي عملت ليزك، فالمفروض لما عملت ليزك عملت طبوغرافيا للقرنيه، واكيد لو عندها قرنيه مخروطيه ما كانوا عملوا لها ليزك، هيك المنطق بقول. anyway ما في مشكله، تعيد عمليه الطبوغرافيا مره ثانيه لنتاكد انه ما في اصابه على الاقل او اصابه جديده عندها بالقرنيه اذا كانت عملت طبوغرافيا لما عملت عمليه الليزك. وبدنا نشوف كمان اذا في عندنا اصابات ثانيه مرافقه. هلا صار في عندها حول بالعين اليمنى، واضح لانه في عندنا فرق شديد او فرق واسع باسوء الانكسار ما بين العين اليمنى والعين اليسرى، ففقدت التركيز بالعين اليمنى واعتمدت على العين اليسرى بالنظر، وبالتالي صار في عندنا شيء نسميه العين الشارده. العين الشارده بالعين اليمنى هون لانه ما عادت ركزت بالرؤيه. طبعا اذا ما في يعني هي عملت اقصى ما يمكن لتصحيح اسوء الانكسار، لسه عم ضعف العين، صفى الانحراف ثابت عندها. اذا بدها تعالجه ممكن تعالجه جراحيا بالتدخل على عضلات العين مش اكثر. بس انا بنصحها مشان تتابع العين الثانيه اليسرى ونشوف اذا نقص النظر عندها مترقي ولا توقف عندها، واذا في داعي تعمل شيء اسمه ريتريتمنت مره ثانيه بالليزك او لا تضل على النظاره. كنت بعتنا فاطمه من تويتر، يا ريت تبعتي لك سؤال ثاني. متابعنا محمد من تويتر بيقول دكتور انا الان اضع كمادات بارده لترتاح العين، شنو النصيحه؟ لان رجعت الدكتور واعطاني قطرات ما استفدتش حاجه.
عم بحط كمادات بعد جاوبنا على هذا السؤال تقريبا بالتفصيل من شوي بس انا برجع بعيد للاخ يمكن ما سمع الاجابه. لما عم تحط كمادات باردة على العين لترتاح معناته العين في عندها إجهاد أو عم تتعرض لحرارة فترات طويلة وبالتالي عم تتعرض لجفاف في العين غالبا حسب هذا الوصف. لما عم يوضع المريض كمادات باردة على العين بيرتاح معناته التعرض للحرارة عم يسبب له توسع بالأوعية الدموية بالملتحمة وهذا بسبب له احتقان بالأوعية بيعمل إجهاد حوالين العينتين والقرنية بتتعرض للجفاف إذا عم يتعرض للحرارة وهذا كله بيسبب له تعب بالعينتين. الأطراف اللي وصف لي إياها الدكتور هي أطراف عرضية يعني لمعالجة عرضية ما رح تكون علاج دائم إذا السبب اللي أدى لهالأعراض لساته موجود وعم يتكرر. دائما لازم نميز إنه نحن أطراف المرطبة للعين هي أطراف علاج عرضي يعني نحن عم نعالج العرض عم نعالج الجفاف. إذا في عندنا سبب للجفاف لساته موجود لما أنت حتوقف الأطراف حترجع تشكي من نفس الأعراض. لازم نعالج السبب اللي أدى لهاي الجفاف مع معالجتنا العرضية بالأطراف. فبنصح الأخ كمان بأنه يتابع حالته مزبوط ويشوف شو هو السبب اللي أدى لهالأعراض اللي عنده حتى يتجنبه. مثل ما قلنا أحيانا الظروف المهنية والظروف المعيشية للشخص بتكون هي عم بتسبب له هاي الحالة. الأشخاص اللي بيشتغلوا برات البيت تحت الشمس اللي بيتعرضوا للغبار اللي بيقعدوا قدام السكرينز فترة طويلة اللي بيقعدوا قدام الـ AC بيسوقوا فترات طويلة كل هدول الأشخاص إذا ما حسنوا ظروف عملهم وظروفهم الحياتية حتضل عندهم هاي الأعراض حتى لو أعطيناهم الأطراف. من الفيسبوك يزن الفهد بيقول الكيس الدهني داخل الجفن ممكن يروح مع الزمن؟ ممكن يروح مع الزمن ببعض الحالات. احنا بدنا نميز بينات بانه هذا بنسميه الكلازيون او البرد بعض الاشخاص بيسموها او الكيس الدهني. عاده ظهورها يكون بشكل حاد يعني بشكل اصابه حاده وبعدين تتراجع. بعض الاشخاص بتتراجع بشكل كامل على العلاج او بدون علاج بشكل عفوي. بعض الاشخاص بتستمر عندهم بشكل حبه صغيره تحت الجفن بحس فيها المريض واحيانا بتكون مرئيه. إذا استمرت فترة أكثر من شهرين وما راحت عادة تحتاج لعلاج. العلاج هون بيختلف حسب موقع الكيس الدهني وحجمه وحسب المريض كمان. ممكن يكون علاجها عن طريق حقن مادة دوائية ضمن هذا الكيس الدهني ب 80% من الحالات بتروح. وممكن تحتاج أحيانا جراحة عن طريق إجراء شق من داخل الجفن شق صغير لاستخراج هذا الكيس الدهني من الجفن. ابو حور العوضي من الفيسبوك بيقول دكتور الطفل صغير عمره سنتين دايما دموعه بتنزل باستمرار وعملنا 3 عمليات تسليك ولسه الدموع بتنزل. اذا الموضوع هو عمليه انسداد بمجرى الدم عند الطفل وعمل عمليه تسليك ولسه الدموع عم تخرج من العين بشكل غير طبيعي هون لازم الطفل نحط له انبوب. عاده نحن بنعمل التسليك لمره واحده. اذا ما تحسن الطفل ممكن نعيده مره ثانيه. اذا ما تحسن بهالحاله لابد من وضع انبوب هي عمليه انتوبيشن من فتحه الدمع بالجفن الى الانف بنخلي هذا الانبوب تقريبا بين 6 شهور لسنه وبعدين بنشيله. اما التسليك فقط بهالحاله ما راح يفيد لانه عاده هون في عنا انسداد على مستوى الانف يعني القناة الدمعية موجودة من العين إلى الأنف إلى الصماخ السفلي بالأنف. النهاية العظمية بتكون فيها تضيق أو العظم نامي بشكل أنه مسكر مجرى الدمع. إذا ما حطينا أنبوب يمنع نمو العظم لست شهور أو لست أو لسنة أحيانا بنخليه فالطفل ما حيستفيد من التسليك. هزار احنا متاسفين اتاخرنا عليكي لكن زي ما انتم شايفين الاسئله والله على الثلاث منصات فيسبوك وتويتر وانستجرام الدكتور مش ملاحق. دكتور هزار بتقول منذ الولاده النظر بعين طفلها يعني اليمين ضعيفه جدا ولقى نسبه النظر 25% وبيقولوا ان منطقه النظر مغلقه تماما بالنسبه للعين حتى ما ينفعش معاه نظارات. يا ريت تفيدنا اذا في امكانيه للعلاج. هلا هي عم توصف حالة ضعف بالعين بس عم تقول في منطقة مغلقة يعني منطقة الإبصار مغلقة. أنا بدي أعرف شو سبب إغلاق منطقة الإبصار. قد يكون هو عم كتركت أو مي بيضة عند الطفل لما خلق كانت موجودة ما عالجوها مباشرة واستمرت عند العين. الحقيقة أي سبب يؤدي إلى ضعف النظر سواء كان أسوأ انكسار أو كتركت أو إصابة بقرنية العين أو كونجنتال جلوكوما يعني المي الزرقاء الخلقية إذا ما تعالجت بعمر الطفولة فهي حتسبب ضعف دائم بالعين. هزار بتقول إن عمره 18 سنة. عمره 18 سنة هلا بقى يستفيد للأسف. إذا الإصابة موجودة من عند الطفولة قبل عمر 4 سنوات فما راح يستفيد للأسف.
نور برضه بتقول انا عندي جيوب انفيه، عيوني فيها الفان، جيوب الانفيه عندها دخل بالعين. طبعا ده دخل، يعني ممكن ترجع للفيديو لو الا لو حضرتك عندك معلومه جاوبت على هذا السؤال. تمام. مثل ما قلنا يمكن اذا بترجع للفيديو بتسمعي، بس يمكن ان بهالحاله اكيد مثل ما قلنا الجيوب لها علاقه بالالام حول العينين. من الفيسبوك لينا بتقول ممكن تحكي لنا عن الكسل البصري واذا في اي علاجات جديده للعمر الكبير وشو الفحوصات المطلوبه لعمر صغير لنتاكد انه ما فيش مشكله. سؤال تكرر كثير وجاوبت عنه اكثر من مره، ببساطه حارجع لها الكسل يكشف عند الطفل. اذا اكتشف عند الطفل العلاج بيكون بتصحيح سبب الكسل، يعني اذا كان عنده الطفل فرضا نقص او مد بصر لازم نلبس الطفل نظاره ونعمل تغطيه للعين السليمه اللي ما فيها كسل حتى تقوى العين اللي فيها الكسل. هذا هو العلاج المعروف عالميا ومطبق على نطاق واسع وبكل انحاء العالم لعلاج الكسل حتى عمر 9 سنوات. للاسف بعد عمر 9 سنوات اذا لم يعالج الكسل سيبقى. الى الان لا يوجد علاج للكسل للاعمار بعد 9 سنوات، ابحاث تجرى ولكن لم تزل في قيد البحث ولم تطبق قيد العلاج. من تويتر متابعنا بيقول عيني فيها انحراف شديد بواحدة، هل ممكن تأثر عليها الثانية وهل ينفع العلاج بالليزر فيها؟ أنا عارفة الإجابة على فكرة. كررنا السؤال. ما حتأثر على العين الثانية، عادة يعني إصابة بعين ما بتأثر على العين الثانية. الكسل إذا 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 انحراف أصدت فيه عم يسبب لك كسل فبالليزر ما راح ينفع علاج، أما إذا الكسل عم يتصلح بالنظارة فممكن الليزر يفيدك. دكتور تكواكا من انستجرام بتقول أنا على طول بحس بضغط في عيني وأنا كتير بستخدم الكمبيوتر والشمس بتحسس منها، ازاي احافظ على نظرة عيني؟ اعتقد برضو انك ممكن تراجعي الفيديو من الاول لانه الدكتور فعلا جاوب على السؤال ده. دكتور انا عايزه، طب هزار بتسال تاني معلش، من اي طريقه العلاج ممكن؟ هل الليزك يا دكتور ممكن يعالج في حاله طفل هزار؟ ان الليزك مضاد استطباب عند الاطفال، في المانيا لا يجوز اجراء الليزك عند الاطفال. قانونيا تحت عمر 18 ليزك 18 سنة الليزك ممنوع. العمر المفضل بعد عمر 20 سنة بتكون أسوأ الانكسار استقرت. ممكن بين 18 و20 سنة نعمل الليزك بشرط أن تكون أسوأ الانكسار مستقرة لمدة 6 شهور أو سنة على الأقل. هي بتقول أنه في ألمانيا علاج، لكن الدكتور بتسأل هل في ألمانيا علاج؟ في ألمانيا أو بالعالم كله، لما حاليا نحن العالم صار قرية صغيرة، لما بيظهر أي علاج العالم كله حتعرف فيه. فإذا ظهر علاج بألمانيا أو بأمريكا أو بأي بلد بالعالم حنسمع فيه فورا بشكل مباشر. وأكيد إذا كان علاج عم بيجيب نتيجة حيطبق في كل مكان بالعالم، ما رح يبقى حكر على ألمانيا أو غير ألمانيا. ميس بلانتس بتقول من الانستجرام بتقول بعد إجراء عملية الانفصال الحاد بشبكة العين ما زال لا يرى بشكل واضح، ما هي العملية التي يجب أن يقوم بها لتعود العين للرؤية الواضحة؟ طبعا هذا السؤال الإجابة عليه يعني لازم أنا أسأل المريض أكثر من سؤال بدي أجاوب بشكل مباشر. أول شيء مثل ما قلنا إذا في انفصال بشبكية العين لازم نعرف متى أجري تصحيح الانفصال، أجري مباشرة ولا صار في تأخير بالتصحيح. كل ما أجريت عملية تصحيح رد الانفصال بشكل مبكر كل ما كان تحسن النظر أفضل. هل رافق انفصال الشبكية عملية انفصال الشبكية حقن بمادة السيليكون أو حقن بالغاز؟ كمان بيختلف. هل تشكل عنا ماء أبيض بعد عملية انفصال الشبكية أو ما تشكل ماء أبيض؟ كمان بيختلف الجواب. فلازم نعرف حقيقة المريض شو قصته بشكل واضح وشو حالته بشكل واضح حتى نجيب. بعض الحالات إيه منقول المريض ممكن يتحسن النظر، إذا مثلا والله لسه في سيليكون داخل العين ممكن بعد إزالة السيليكون إنه يتحسن النظر شوي. إذا تشكل عتامة على بلورة العين اللي هي الكاتاركت أو المي البيضة منقول المريض ممكن إذا سحبنا المي البيضة من العين يتحسن النظر أو يصير في عندك رؤية أفضل مما هي عليه الآن. لكن إذا في عندنا مثلا إصابة بمركز الإبصار أو تأخر المريض بإجراء عملية رد انفصال الشبكية، بهيك حالات بكون يمكن ما يكون في ضرورة أن المريض يعمل عملية تانية لأنه يمكن ما يتحسن. فحسب الحالة وحسب المريض شو وضعه وحسب ما شو أجري للمريض من عمل جراحي وتفاصيل العمل الجراحي ممكن يكون في جواب على هذا السؤال. أماني أنت بتسألي على عصب الأذن، إحنا الحقيقة بنتكلم في عيون عشان كده مش بنرد على السؤال، فالدكتور ممكن يجاوبك على أي حاجة خاصة بالعيون. دكتور علاج القرنية
الزرع القانونية هل له أضرار من تويتر من تبعنا في تويتر؟ زرع القرنية ليش؟ وعادة نحن بنزرع القرنية الجزء الأمامي الشفاف من العين، بس لنأخذ فكرة مبسطة عن الموضوع. الجزء الأمامي الشفاف من العين هو، لكن هو من أهم الأعضاء في الإبصار بالنسبة للعين، لأنه هو اللي عن طريق قرنية العين بيتم تجميع أشعة الضوء المنكسرة على منطقة اللدغة الصفراء. فإذا في إصابة بقرنية العين وإصابة بليغة ولا يمكن تصحيحها بالطرق البسيطة، بنلجأ لعملية زرع القرنية. يعني أشهر مرض بنجري له عملية زرع القرنية حاليا هو عملية مرض القرنية المخروطية. القرنية المخروطية بالمراحل المتقدمة اللي ما عاد تنفع معها العلاجات البسيطة أو العلاجات العادية المعروفة، ساعتها بنلجأ لعملية زراعة القرنية. بعض الإصابات مثل خراجات القرنية أو بعض الردود على العين بتسبب ندبة أو إسكار على سطح القرنية، هدول الحالات اللي بنجيها عملية زراعة القرنية. الحقيقة عملية زراعة القرنية هي من العمليات اللي قدمت يعني نتائج رائعة بطب العيون. قرنية العين هي من عملية زرع القرنية، إذا بنقارنها بعمليات زرع الأعضاء الأخرى مثل زرع الكلية أو زرع الكبد أو زرع القلب أو الرئتين، هي من أفضلها من حيث النتائج، لأنه نسبة الريجكشن أو الرفض قليلة جدا، لا تتجاوز 10-15%. فإذا أجريت بيد خبيرة وتم اختيار الطعم المناسب للمريض والعمر المناسب للمريض وأجريت بشكل مناسب والمريض أخذ العلاج المناسب بعد العمل الجراحي وتابع حالته بشكل مظبوط، نتائجها ممتازة. من الانستجرام، لأنه الانستجرام كمان بيقطع بعد ساعة بالضبط، وإحنا داخلين على ساعة، هنرد على أم حمدان سيان. بنتي عندها كسل في العين اليسرى وحول والآن عمرها 9 سنين، ينفع لها عملية ليزك وأي عمر مناسب للعملية أو بعد عمر 18؟ يا أم حمدان بس احنا لا، بس بعد عمر 18. احنا ببساطة اذا عندها كسل بالعين وعندها حول لازم نعالج الكسل مع الحول، اذا عندها مد بصل لازم تلبس نظارة ونعالج الكسل. عمرها 9 سنوات، يعني هي معها فرصة قليلة تحاول تأسرع، ونعطيها فرصة لنعالج الكسل. ممكن يتحسن الكسل مع العلاج المناسب. اذا تحسن الكسل واختفى الحول بيكون كتير منيح، إذا ما اختفى الحول ممكن نعمل عمل جراحي عند هاي الطفلة. أماني لا. أماني بتقول سبب وجع العظام جنب العين والتهاب العصب جنب العين مش القدرة. العظام حوالين العين. خلنا كمان نرجع لموضوع الجيوب، لأنه أي احتقان بالجيوب أو التهاب بالجيوب حينعكس على العظام الوجنية والعظام الجبهية أو حتى عظام الأنف. تمام. ماكس يو اي اي بتقول لكن أخويا بيدمع على طول لدرجة إنه بيبين على خده مجرى الدمع. وفي يوم من الايام طبيب اعشاب نصح اخويا يداوي عيونه ويدوله ميه من الخروج. يعني انا مش عارفه هي بتقول طيب. انه الدكتور انا حاجاوب المريضه مباشره بدون خوض التفاصيل الطبيه اللي عم تحكينا عنه. اذا عنده دماع دائم على من العين وعم يظهر بشكل واضح على خده وعم الدم وعم يسيل على خده، معناته في عنا انسداد بمجرى الدمع. هون بنعمل فحوصات بسيطه، بنعمل استقصاءات بسيطه، بنشوف هل هو انسداد دائم ولا انسداد مؤقت برواسب او بتضيق بالنقاط الدمعيه. ممكن نجي عمليه تنبيب بسيط مع غسيل مجرى الدمع. اذا شفنا انه مجرى الدمع نافذ بنستنى على المريض، اذا تحسن بكون كثير منيح، اذا ما تحسن او المريض في عنده انسداد والدمع ما عم يوصل للانف، في عمليات اخرى مثل تنبيب مجرى الدمع ممكن تجرى للمريض لحل مشكلته. دكتور ايه الاسباب الرئيسيه لضغط العين؟ مس بلانكس تسال السؤال ده. هذا سؤال واسع جدا. ضغط العين والجلوكوما له انواع. في عنا ضغط العين، مش رح احكي بشكل مختصر عن الموضوع قدر الامكان، عنا ضغط العين المفتوح الزاويه، عنا ضغط العين المغلق الزاويه، وعنا ضغط العين الخلقي اللي بيخلق مع الاطفال اول ما يخلقوا. اشجع انواع ضغط العين هو ضغط العين مفتوح الزاويه، هذا بنسميه برايمري اوبن انجل جلوكوما، هو بيمثل 90% من حالات ضغط العين. حقيقه هذا مرض بيحدث مع تقدم الانسان بالعمر، كل ما تقدم الانسان بالعمر كل ما تعرض لهذا المرض اكثر. قبل عمر الأربعين قليل هذا المرض ما نلاقيه، بعد عمر الأربعين بصير تقريبا 1-2% من الأشخاص معرضين للإصابة بالجلوكوما، بعد عمر 70 أو 80 سنة بصيروا 4% من الأشخاص معرضين للإصابة بالجلوكوما. الأشخاص اللي عندهم قصة عائلية للإصابة بالجلوكوما هم مؤهبين أكثر من غيرهم 4-6 مرات بالإصابة بالجلوكوما، فهدول لازم يعملوا فحص دوري لكشف هذا المرض. الأشخاص من أصول إفريقية يعني أصحاب البشرة السمراء معرضين للإصابة أيضا أكثر من غيرهم بهذا المرض.
الأشخاص يلي بيستخدموا أطرات الكورتيزون لفترات طويلة مثل الأشخاص اللي عندهم أمراض الحساسية أو الرمد الربيعي معرضين للإصابة بهذا المرض أكثر من غيرهم. الأشخاص اللي عندهم نقص بصر يعني مايوبيا أو حسر بصر كمان عندهم احتمال للإصابة بهذا المرض أكثر من غيرهم. هدول الأشخاص اللي نحن بنسميهم الهاي ريسك فور جلوكوما، وهدول الأشخاص لازم يعملوا فحص دوري لكشف المرض، لأنه بالمراحل المبكرة والمتوسطة من المرض المريض يمكن ما يحس على حاله أبدا وما ينتبه إلا بالمراحل المتأخرة. من الانستجرام برضو، لو سمحتي ابني كان عنده من يوم الولادة دائرة رمادية حول البؤبؤ، هل علاج الكالسيوم له علاقة وتأثيره على نظر الطفل؟ دائرة رمادية حول البؤبؤ بجوز تقصد فيها تصبغات أو بيجمنتيشن بمنطقة الليمبوس، بتظهر بشكل لون رمادي أو بني يعني يختلف حسب انعكاس الضوء عليها. بدنا نميز بين نوعين، في عنا البقع الرمادية اللي على 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 بتظهر على بياض العين، وممكن يكون تصبغات اللي هي وحمات، هذا ببين مع فحص الطبيب على الأجهزة العينية. إذا كانت هي عبارة عن بيجمنتيشن عادة شيء بسيط بدها مراقبة فقط، بنراقبها من حيث اللون وحيث الحجم، إذا ما عم تزداد باللون والحجم ما بدها أي شيء سوى مراقبة. البقع الزرقاء أيضا بنشوفها عند الأطفال وهي عادة غير مرضية عادة بأكثر تظاهراتها، أيضا بدها مراقبة وبقسم كبير منها بيختفي مع تقدم الطفل بالعمر. الهالات السوداء يا دكتور تحت العين بعد إجراء عملية لإزالة القرنية، فهل لها علاقة؟ عادة ما فينا نربط عملية زرع القرنية بالهالات السوداء حول العينين، إنما ممكن نربط الحالة العامة للشخص لظهور الهالات السوداء. الهالات السوداء تحت العينين بتعكس حالة إجهاد بصري غالبا، قلة نوم، حالة ستريس، تناول المنبهات الكافيين بكميات كبيرة، هي عادة الأسباب اللي بتسبب ظهور الهالات السوداء. طبعا في أمراض جهازية ثانية بتسبب ظهورها لكن عم نحكي بشكل عام. أما عملية زرع القرنية بحد ذاتها ما لها علاقة بظهور الهالات السوداء، فبنشوف ليش ظهرت عنده الهالات السوداء للمريض وإذا عنده أحد هاي الأشياء لحتى نعالجها. من الفيسبوك محمد نيكي بيقول السلام عليكم، عندي بيجيني ألم في قبحية العيون ويميل لونها للإحمرار وإفرازات مادة بيضاء مثل الخيوط، وما أقدر أنظر للنور أو الإضاءة العادية، أرجو الإفادة. المريض عم يوصف حالة أليرجي، يعني لما يكون في عندنا إحمرار بالعين أحيانا بترافق بحكة مع ظهور مادة مخاطية من العين مع عدم تحمل الضوء، معناته عم يوصف غالبا حالة أليرجي، وهون بدنا نشوف المريض لنعطي العلاج المناسب. في علاجات مناسبة للألرجي على علاجات مؤقتة وعلاجات دائمة، وبنشوف هو شو الأشياء اللي عم يتحسس منها وعم تسبب الحالة اللي نحاول نتجنبها. أحيانا حالات الجفاف أو الدراينس تعطي أعراض مشابهة، كمان حكينا عن الموضوع. ناصر من الفيسبوك بيقول أنا عمري 58 سنة وعندي ضغط عين من 4 سنوات وأتناول قطرة مرتين في اليوم، هل يوجد عمل جراحي لتجنب أخذ القطرة؟ حقيقة لما يكون في عنا حالة جلوكوما أو ارتفاع ضغط العين، الهدف عنا بالمعالجة والوصول بضغط العين إلى الحد الطبيعي أو بنسميه التارجت بريشر، يلي بتكون العين فيه سيف من هذا الضغط وما والعصب بأمان من تأثره بضغط العين. نحن العلاج أو يعني تريتمنت بلان بتنحط حسب المريض. عادة نبدأ باستخدام الأطرات لأنه هي العلاج الأسهل والأبسط للمريض. إذا قدرنا نخفض الضغط للحد اللي نحن بدنا إياه والضغط المناسب لحالة المريض، وإذا كان المريض متحمل لهي الأطرات ما عم تعمل له سايد إفكتس، ما عم تعمل له مشاكل، وهو ما عنده مشكلة باستخدام الأطرات، ممكن يبقى على الأطرات مع المتابعة المستمرة. أما إذا المريض غير قادر على استخدام الأطرات لأي سبب من الأسباب، سواء كان إنه عم يتحسس من الأطرات أو ما عم يقدر ينتظم باستخدام الأطرات أو لأسباب مادية، قد تكون الأطرات غالية عليه باستخدامها طول العمر حيكون مكلف بالنسبة له، ممكن نجأ لعمل جراحي لتخفيض ضغط العين أكيد. تابعينا من الانستجرام، شكرا لكم، لأنه البث حيقطع في أي وقت، فأنا هقفل الانستجرام لأن احنا لازم ناخد فيه سؤال مهم على من تيسير على الفيسبوك، فخلينا ناخده. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم معنا متابع الانستجرام. دكتور مارسي جورج بتقول انا عندي ضغط في العين اليسرى، اعمل ايه يا دكتور؟ ومن فضلك يا تيسير ابعت لنا السؤال علشان نلحق نجاوب عليه قبل ما الساعه. بالنسبه للست اللي عم تسال عن ضغط العين، يا ست فورا توجهي لطبيب عيون، بفضل يكون مختص بالجلوكوما.
ضغط العين بما انه مرض هام لا يمكن التساهل معه ابدا، يعني ما فينا من اجله او انه المريض روح غيب شهر او شهرين وامتى ما بدك روح عالج الطبيب. هذا من الامراض الهامه لانه بسبب فقد بصر دائم يعني غير عكوس، غير المي البيضاء. المي البيضاء متى ما عملنا عمل جراحي اوكي المريض بيستعيد بصره، لكن بالجلوكوما او ارتفاع ضغط العين يجب ان نعالج بشكل مباشر هذا المرض. طبعا لما بدك تعالجي الطبيب في اجراءات لازم نعملها بهي الحاله. نحن الحمد لله الاجراءات التشخيصيه متوفره عندنا بالمشفى السعودي الالماني، لانه مريض الجلوكوما مريض بيحتاج ورك اب منيح، لازم نعمل له ساحه بصريه، لازم نعمل له تخطيط عصب بصري او او سي تي للريتينا نير فايبر لايرز، لازم نعمل له قياس لسماكه القرنيه، ولازم نقيس ضغط العين مع فحص العصب البصري والقدره البصريه عند المريض. هدول الضروريات واسينشال عن مريض الجلوكوما لحتى نحط له خطه المعالجه المناسبه وخطه المتابعه المناسبه. هذا مرض حيستمر طول العمر فلازم نتابعه بشكل دقيق وصحيح. اخر سؤال من الفيسبوك يا دكتور، تعبنا حضرتك النهارده، من راندا بتقول دكتور انا عندي حبه صغيره دفنه تحت الجفن السفلي، مرات تظهر بتوجعني ومرات تختفي، بايه ممكن تفيدوني؟ انا عمري 30 سنه. ظهور تورم او وصفته من بشكل حبه بالجفن مثل ما قلنا احيانا بيكون عباره عن كيس دهني بسيط، علاجه قد يكون دوائي وقد يكون بالحقن او بجراحه اذا استمر اكثر من شهرين بدون تحسن على المعالجه. قد يكون احيانا بعض الاورام البسيطه اللي بتظهر على الاجفان. طبعا الفحص السريري بيخلينا نعرف شو هو الورم لنحدد الطريقه الانسب لعلاجه. دكتور احنا بنشكر حضرتك جدا، وحقيقي استفدنا جدا جدا جدا. انا شخصيا انا كنت داخله من غير معلومات، خرجت انا عرفت معلومات كتيره جدا من حضرتك دكتور باسل. شكرا لحضرتك. شكرا لكم، شكرا لمتابعينا، ربنا نكون قدمنا معلومه مفيده بشكل مبسط قدر الامكان. في تفاصيل كتير ممكن يحكي الانسان فيها حتى، لكن حتى ما نتوه المريض وندخله بتفاصيل، خلي حاولنا نركز بشكل مبسط امراضنا ومتابعتها ومعالجتها. شكرا لمتابعينا الاعزاء، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي من مستشفى سويد. اهلا وسهلا، شرفتنا. اهلا وسهلا.